الوطنية نشرة إخبارية مفصلة لليوم الجمعة، وفيها تتابعون: الرئيس الموريتاني يطمئن هاتفيا على أوضاع الجالية في الغابون، وهيئة سياسية تبدي تخوفها من وقع الأحداث وتطالب بتعجيل وتيرة التحرك. الغرفة الجنائية بمحكمة ولاية تيرسا زمور تصدر أحكامها النهائية في سجناء الخزينة العامة. نواكشوط تحتضن أعمال الدورة 17 لمجلس إدارة المركز الإقليمي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء باللغة الفرنسية. والفوج الأول من الحجاج الموريتانيين يغادر المدينة باتجاه مكة، وقناة الوطنية تواكب الحدث. تمثيل وحضور واسع النطاق لموريتانيا في الاجتماعات الدولية والإقليمية. وفي هذه المسائية تتابعنا أيضا: المركز الصحي ببلدية عينه للضايع بين السلامة من السيول وحلم قوة الخدمات. أهلا بكم. ضمن تفاصيل هذه المسائية، أجرى الرئيس الموريتاني اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع المتحدث باسم الجالية الموريتانية في الغابون المرابط والمحمد حول أوضاع الجالية في ظل تدهور الوضع الأمني في الغابون. وأكد المتحدث باسم الجالية أن الرئيس أكد له أن السفير الموريتاني سيكون في ليبريفيل في غضون ساعات من أجل الوقوف على أوضاع الجالية. وقال إن الرئيس الموريتاني أعطى تعليماته من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تأمين أفراد الجالية وجمعهم في مكان واحد، مؤكدا أن السلطات الموريتانية تتابع أوضاع الجالية في الغابون وتسعى من أجل توفير سلامة الجالية وممتلكاتهم. يذكر أن الجالية الموريتانية كانت قد أطلقت نداء استغاثة منذ تدهور الأوضاع في الغابون، مطالبة السلطات الموريتانية بالتدخل لحمايتها وممتلكاتها في البلد الذي يشهد أعنف التحركات عقب انتخابات علي بونغو رئيسا للغابون، وتسببت في نهب عدة محلات تجارية كبيرة ووقوع خسائر قدرت بعدة مليارات من الفرنك. في شأن ذي صلة، أعرب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في بيان صادر عنه اليوم الجمعة عن قلقه الشديد إزاء الظروف المزرية التي تعيشها الجالية الموريتانية في الغابون عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس المنتهية صلاحيته علي بونغو، مشددا على مطالبة السلطات الموريتانية بالتحرك السريع إزاء الجالية التي تواجه مخاطر النهب وحرق الممتلكات. وحمل بيان التكتل المسؤولية الكاملة للسلطات الموريتانية، كما دعا السلطات الغابونية وكافة القوى السياسية والمجتمع المدني في هذا البلد الشقيق إلى مد يد العون للجالية الموريتانية والعمل على حمايتها حسب المواثيق والأعراف الدولية، وانطلاقا من أواصر الأخوة والصداقة التي تربط بين الشعبين وفق نص البيان. من جهة أخرى، دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في بيانها اليوم الجمعة السلطات الموريتانية لتحمل مسؤولياتها تجاه الجالية الموريتانية في الغابون واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح وممتلكات أفراد الجالية. وجاء في بيان المؤسسة إعلانها مبدأ التضامن مع الجالية الموريتانية في الغابون التي تعرضت لنهب ممتلكاتها بشكل كامل وتواجه خطرا أمنيا يهدد الأرواح، مؤكدة متابعتها لما تتعرض له الجالية من نهب وتهديد للأرواح من قبل المتمردين، واصفة وضعية الجالية الموريتانية بالوضعية الصعبة والخطيرة حسب بيان مؤسسة المعارضة. وتشهد الغابون منذ إعلان نجاح الرئيس علي بونغو مظاهرة غاضبة ضد القرار، وقد أدت إلى حرق مقر البرلمان،
فيما يختفي المرشح جان بيانغ في مكان غير معروف، وكانت تلك الأحداث قد تسببت في نهب بعض المحال التجارية للمواطنين الموريتانيين. هناك السالك عبد الله والتفاصيل. العاصمة الجابونية برازافيل تعيش هذه الأيام على صفيح ساخن، حيث عمت المظاهرات الشوارع الرسمية من قبل متظاهرين غاضبين عقب إعلان نجاح الرئيس الجابوني علي بونغو في الانتخابات. علي بونغو الذي تولى الرئاسة بعد والده عام 2009 خاض هذه الحملة ضد المرشح جان بيانغ الذي أعلن عن نجاحه هو الآخر، ليشتد الصراع في الجابون. المتظاهرون أكدوا رفضهم لتولي بانغو مأمورية جديدة، أما جان بيانغ فيصر على إنهاء حكم العائلة حسب قوله. بانغو فاز بولايتين من أصل 9، هاتان الولايتان لا تمثلان الشعب. كفانا من بانغو، نحن لا نريده مرة أخرى في الرئاسة. شهدت العاصمة أيضا حرق مقر البرلمان من طرف الرافضين لنتائج الانتخابات، انتخابات طالبت فرنسا بفرز نتائج كافة مكاتبها، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونغو. كما تم قطع شبكة الإنترنت في البلاد فيما يختفي جان بيانغ في مكان وصفته بعض المصادر بالآمن. في هذا الخضم قال المتحدث باسم الجالية الموريتانية في تصريح لصحراء ميديا، قال إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس محمد عبد العزيز لتباحث أوضاع الجالية الموريتانية في برازافيل، وأضاف بأن الرئيس أعطى تعليمات لاتخاذ الإجراءات الكافية لتأمين أفراد الجالية. السالك عبد الله، الوطنية. أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة مدينة الزويرات شمالية موريتانيا أحكاما متفاوتة بالسجن في حق سجناء الخزينة العمومية المعتقلين على خلفية اختفاء مبالغ مالية من فروع الخزينة التي كانوا يسيرونها. الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية شمل 12 سجينا بسنتين نافذتين وثلاث سنوات نافذة على الشيخ ول محمد سيدي وغرامة 10,000 أوقية والاحتفاظ للطرف المدني بحقه، وكان متهما باختلاس مليار وحوالي 200 مليون أوقية، فيما ألزم الحكم كافة سجناء بدفع غرامة 10,000 أوقية إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية. انطلقت اليوم الجمعة في نواكشوط أعمال الدورة العادية 7 لمجلس إدارة المركز الإقليمي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء باللغة الفرنسية الرامية إلى استعراض نشاطات المركز خلال السنتين الماضيتين ومراجعة وضعية المالية والإدارية وأنشطته المستقبلية ثم تجديد مكتبه. وبالمناسبة استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيدي والسالم الجهود الكبيرة التي يلعبها المركز سبيلا إلى الاستفادة أكثر من مزايا العلوم والتكنولوجيا من خلال مضاعفة جهود البحث العلمي، داعيا في نفس الوقت الدول الأعضاء للمركز إلى رص الصفوف والأخذ بنصية العلوم باعتبارها العامل الأساسي لتحقيق التنمية المستديمة. فيما قال رئيس إدارة المركز لحسن الداوودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن التحكم في الفضاء هو التحكم في الأرض، مما يساعد في تفادي التأثيرات السلبية للتغييرات المناخية والتي تحدث من حين لآخر، داعيا من جهته إلى تعاون حقيقي بين الجميع من أجل ولوج مجالات العلوم والتكنولوجيا للالتحاق بركب الأمم المتقدمة. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي المغربي السيد لحسن الداوودي وصل الليلة البارحة إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في الدورة العادية 7 لمجلس إدارة المركز الإقليمي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء باللغة الفرنسية. ويرأس الداوودي إدارة المركز الذي يضم إلى الدولتين المغربية والموريتانية كل من تونس، الجزائر، كوت ديفوار، التوغو، الغابون، السنغال، وسط إفريقيا، الرأس الأخضر، الكاميرون، والكونغو، النيجر. ومن المنتظر أن تصدر عن الدورة عدة تغييرات جذرية في هيكلة الهيئة وتطوير عملها وتجديد انتخاب هيئاتها،
وتعتبر الهيئة من أهم الهيئات التي تعتمد عليها الدول الأعضاء في مجال تطوير البحث العلمي كشرط أساسي في مواجهة تحديات التنمية. توجه الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين اليوم الجمعة إلى مكة المكرمة بعد أن أدى في قضية صلاة الأربعين في المسجد النبوي الشريف. مراسل قناة الوطنية شيخ العابدين التقى بعدد من الحجاج، حيث عبر بعضهم عن ارتياحه لظروف الإقامة قرب الحرم النبوي، بينما عبر البعض الآخر عن استيائه من طريقة التعامل واللامبالاة التي لاقوها من قبل البعثة الرسمية. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي مع عبد الله بلال. في جو تملأه السكينة والوقار وتغشوه الرحمة وطلب الغفران، يغادر الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين مدينة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء شعائر الحج هناك. قناة الوطنية ومن خلال مراسلها الموجود في عين المكان استطلعت آراء بعض المواطنين الموريتانيين في المدينة المنورة حول ظروف السكن والأداء وطرق المغادرة من المدينة إلى مكة. يتجول ضيوف الرحمن داخل الحرم النبوي الشريف صلاة ودعوة وابتهالا وتضرعا إلى الله عز وجل بعد أن أدوا صلاة الأربعين في مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وكلهم أمل في طلب المغفرة ومحو الذنوب. وبما أن الاختلاف سنة الحياة، كانت الآراء عن ظروف الإقامة متباينة ومختلفة بين رضا البعض وسخط الآخر. فوتنا اربع سوايع والله خمسه بعد العبد الفرمالي تي بعد المطار بعدنا ما جيناهم ولا جينا هون وقد تبشدوا في الروق. واليوم لنا لان وفوج احنا الفوج الاول الملاق بعد قاعدين فوق وانا داش من داش من الحش اللي قال لك انه نافع ما ينفع سبه. أدى الحجاج صلاة الأربعين بالحرم النبوي الشريف وألقوا التحية والسلام على الروضة الشريفة التي تضم بين أحشائها أفضل البشرية عليه الصلاة والسلام وخليفته الصديق وأمير المؤمنين. تلتها رحلة إلى البقيع الطاهر ومختلف أماكن الزيارة في البقاع الطاهرة الأخرى. عبد الله البلال، الوطنية. وزعت اليوم الجمعة هيئة أحمد العبد العزيز الرحمة مساعدات على الأسر المنكوبة في بلدة عين أهل الضايع في الشمال الموريتاني. استفادت منها 200 أسرة، وكان وفد من هيئة الرحمة وصل إلى عين أهل الضايع صباح اليوم وأشرف بالتعاون مع السلطات المحلية على توزيع مساعدات على المتضررين من السيول التي تسببت فيها بأضرار فيها الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، حيث استفادت كل أسرة من 50 كيلوغرام من الأرز و50 كيلوغرام من القمح و20 كيلوغرام من السكر و10 كيلوغرامات من المكرونة و10 لترات من الزيت، بالإضافة إلى أربع أغطية. يذكر أن الأضرار التي خلفتها تلك السيول كانت كبيرة في عين أهل الضايع وقرى أخرى من الولاية. نظمت مجموعة من أطباء الأسنان الموريتانيين اليوم الجمعة أمام مباني وزارة الصحة بنواكشوط وقفة احتجاجية على مسابقة اكتتاب تعتزم وزارة الصحة تنظيمها. وقال الأطباء المحتجون إن الوزارة أعلنت قبل أيام تنظيم مسابقة لاكتتاب مجموعة من الأطباء، ولم تشمل هذه المسابقة أطباء الأسنان، مشيرين إلى أن الوزارة سبق أن قدمت لهم الكثير من الوعود بالاكتتاب من دون نتائج في الوقت الذي تنظم فيه بشكل سنوي ثلاث مسابقات لاكتتاب بقية الأطباء، وتعود آخر مسابقة لاكتتاب أطباء الأسنان إلى عام 2012، مؤكدين في نفس الوقت أن حوالي 80 طبيبا متخصصا في معالجة الأسنان عاطلون عن العمل.
تشارك موريتانيا في المؤتمر المنظم من قبل البنك الدولي في جزيرة موريس تحت عنوان الاقتصاد الأزرق والتغيرات المناخية، إلى جانب عدة وفود وزارية إفريقية، فضلا عن ممثلين عن البنك الدولي والمدراء العامون لكل من منظمة الأغذية والزراعة والبنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتعاون. الوفد الموريتاني بقيادة وزير الاقتصاد الصيد والاقتصاد البحري أناني والشروقة قدم عرضا تناول فيه الجهود التي بذلتها موريتانيا في مجال استصلاح الشواطئ والمحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية، مشيرا إلى أن الأسس المرجعية التي استندت إليها الاستراتيجية الجديدة مبادرة الاقتصاد الأزرق التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة عقب مؤتمر ريو عام 2012، والتي تجسد مفهوم الصيد المسؤول القائم على حماية الوسط البيئي للمحيطات ومحاربة المسلكيات الضارة، لا سيما الصيد غير المشروع وغير المنظم. مثل وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار واللجاي الحكومة الموريتانية في الاجتماع الوزاري المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 98 المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. وقد صادق الاجتماع الذي جرى برئاسة الجمهورية التونسية وبمشاركة وزراء الاقتصادية والمالية والتجارة في الدول العربية والأمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيض على البنود المعروضة عليه والبالغة 17 بندا، كان في مقدمتها أنشطة القطاعين الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة بين دورتي المجلس السابقة والحالية. كما تصدرت هذه القرارات الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية الإفريقية الرابعة المقررة في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو في شهر نوفمبر المقبل. يتطلع سكان عين أهل الطايع بعد عملية سيول التي شهدتها المدينة إلى إصلاحات جذرية تمس البنية التحتية خاصة المجال الصحي الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة. عن المركز الصحي ببلدية عين أهل الطايع نتابع التقرير التالي مع الشيخ المهدي بن نجارة. ببقية مبنى وشيء من المعدات يحاول المركز الصحي لعين أهل الطايع الصمود أمام طفرة النمو السكاني للبلدية وتلبية حاجاتها. سرير متآكل وشبه صيدلية ومعدات جد بسيطة وقاعة بالكاد تستوعب ذاك السرير، فرضت عليهم السياسة الصحية الوطنية استيعاب متطلبات الساكنة. والأمور الحمد لله بخير إلى حد الساعة، ما شاء الله نزل أدوية خالق من هنا تجاه قدر متوفر سحبات أولية. هون توليد بعد هون نحن هون عندنا هون صال للتولي، وعندنا هون صال للصيدلية، وعندنا هون صال بول سونيما، وعندنا هون صال بول كونستاسيون. رغم محاولة المعنيين رسم صورة ذات بعد جمالي عن المركز الصحي، إلا أن الواقع يناقض تلك الصورة التي إن دلت على شيء فإنما هو التقصير أو الإهمال أو هما معا من لدن الجهات المعنية. الشيخ المهدي والابن إيجارة الوطنية. نبقى الآن مع أم البنين بابا وجديد المختصرات الدولية. قتل العشرات من عناصر داعش بضربات جوية لطائرات التحالف الدولي غرب القيارة جنوب الموصل، بما تتواصل عمليات تطهير في جزيرة الخالدية من الأبوات والسيارات الملغمة. شدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا على أهمية الاتصالات الروسية الأمريكية حول سوريا، مؤكدا عزم الأمم المتحدة طرح مبادرة سياسية للتسوية قبيل اجتماعات الجمعية الأممية هذا الشهر. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قوات بلاده سيطرت على 400 كيلومتر مربع شمال سوريا خلال عمليتها العسكرية هناك، وذلك بعد طرد داعش ووحدات الحماية الكردية منها،
مؤكدا سعي أنقرة لإقامة منطقة آمنة في سوريا. أكد الأمين العام لحلف الناتو عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر في برلين، أكد أهمية دور روسيا في بناء هيكل الأمن الأوروبي، وقال إنه من مصلحة الحلف مواصلة الحوار مع موسكو. شكرا أم البنين بابا. وبذلك نأتي إلى ختام هذه المسائية. وقد ورد فيها: الرئيس الموريتاني يطمئن هاتفيا على أوضاع الجالية في الغابون، وهيئات سياسية تبدي تخوفها من وقع الأحداث وتطالب بتعجيل وتيرة التحرك. الغرفة الجنائية بمحكمة ولاية تيرس الزمورة تصدر أحكامها الجنائية في سجناء الخزينة العامة.